بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، شعب رياضيات، تقنية رياضي وعلوم تجريبية. أقدم لكم اليوم تمارين فيما يخص مبرهنة القيم المتوسطة وتطبيقها على حل المعادلات. إذن انتبهوا مليح، المبرهنة هي كالتالي: F دالة معرفة مستمرة على المجال A B من أجل كل عدد حقيقي K محصور بين F لـ A و F لـ B، يوجد على الأقل عدد حقيقي C محصور بين A و B بحيث F لـ C يساوي K. إذا راكم تشوفوا الخط البياني، التمثيل البياني لـ F و K. إذا هنا يوجد على الأقل عدد ذاك. إذا هذه K هذه تقاطع سي اف على في النقط لهنا على الاقل عدد حقيقي سي. هذه من اف دو ا الى اف دو بي، هذه هي حالة خاصة F دالة مستمرة ورتيبة معنى متزايدة أو متناقصة تماما على المجال AB من أجل كل عدد K محصور بين F لـ A و F لـ B، يوجد عدد حقيقي وحيد C محصور بين A B بحيث F لـ C يساوي K. إذن لهنا كيعود رتيبة، راكم تشوفوا لهنا في التمثيل البياني لهنا راهي متزايدة سي اف متزايدة. إذا شكلنا K كما راكم تشوفوا لهنا هو مستقيم لهنا لهنا F لي C كي تعد لهنا رتيبة معناه لهنا متزايدة، معناه يوجد عدد حقيقي وحيد محصور بين A و B بين A و B بحيث F لي C يساوي K. التمرين الأول: لتكون الدالة معرفة R بR على F لإكس يساوي 2 إكس مكعب زائد إكس ناقص 2 بين المعادلة F لإكس يساوي 0، تقبل حلا وحيدا في المجال 0 1. F دالة كثير الحدود فهي إذن مستمرة على R وبالتالي على 0 1، لأن 0 1 هو فرع من المجموع R، مجموع R. ولدينا من أجل كل إكس من R F لفتحة إكس يساوي 6 إكس مربع زائد واحد، لأن هذه مشتقة تاع الدالة F. كما تلاحظون هذه المشتقة هي موجبة، إذن الدالة متزايدة. هنا أي الدالة F رتيبة تماما معناه متزايدة في الحالة لأن المشتقة موجبة على R وبالتالي على 0 1. ولدينا F لـ 0 يساوي ناقص 2 و F لـ 1 يساوي 1. العدد 0 محصور بين F لـ 0 و F لـ 1، ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة F لـ X تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا ينتمي إلى المجال 0 1. إذا نكتب F لـ ألفا محصور ما بين F لـ 0
وF لواحد هذا يؤدي إلى مكافئ ل ألفا محصورا ما بين صفر والواحد. أي كتابة أخرى معناه جدا F لصفر مضروب في F لواحد سالبة. إذن التمرين الثاني، F هي الدالة المعرفة على ناقص 3 6، F لـ X يساوي X مكعب ناقص 2 X. أولا أدرس تغيرات الدالة F وشكل جدول التغيرات تغيرتها. ثانيا ما هو عدد حلول المعادلة F لـ X يساوي 30؟ إذن الدالة راكم تشاهدوا لهنا المشتقة نتاعها هي لنا الدالة هي x مكعب ناقص 2 x مشتقة تاعها f لفتحة x يساوي 3 x مربع ناقص 12، وهذا المشتقة تنعدم من أجل x يساوي 2 أو ناقص. جدول التغيرات شاهدوا رانا نعمل في المجال ناقص 3 حتى 6، اف لفتحة اف فتحة لإكس هي موجبة خارج الحلول ناقص 2 و 2 وسالبة ما بين ناقص 2 و 2. إذن كيف نشوف تغيرات الدالة اف لإكس كيف نشاهد؟ إذن متزايدة من ناقص 3 حتى ناقص 2، متناقصة من ناقص 2 حتى 2، ومتزايدة من 2 حتى 6. إذن أكتب لنا إذن F راهي مستمرة ورتيبة تماما على 2 6 6. لنا رتيبة 2 6 لهنا لاحظوا هي رتيبة ولكن متزايدة. رتيبة معناه متزايدة ولكن تماما. والعدد 30 راهو محصور ما بين ناقص 16 وناقص 144، وهذا واش هي؟ إذا 30 ينتمي إلى المجال F لـ 2 F لـ 6. فالمعادلة f لx تساوي 30 تقبل حلا وحيدا في المجال 2 6. وانتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.